حرية الكلمة ومخاوف وصول الإسلاميين إلى السلطة. نعود إلى حوارنا مع سيدة أحلام أكرم وسيد هاني مظفر، وحديثنا الآن عن الحركات الإسلامية ومخاوف مصادرة حرية الكلمة بعد الربيع العربي. لماذا كل هذا الخوف من الإسلاميين سيد هاني، وخاصة أنهم الآن يعني القوة التي تظهر في دول الربيع العربي؟ لم تظهر بعد بشكل بكامل قوتها، لا زالت ولكنها تطفو شيئا وتدريجيا لا زالت تمهد. انا لا افهم لماذا كل هذا الخوف. الكلمه اصلا مصادره من الاساس، يعني نحن لا نملك شيء نخاف عليه. افهم الخوف عندما نكون في مجتمعات تتوفر فيها الحريه والرفاهيه وقيم اجتماعيه ومؤسسات دوله، عندما تاتي جماعات او احزاب فكرها أو نهجها يهدد هذه الأشياء، من حقنا أن نخاف. هو يجب أن نفرق دائما بين يعني حرية الكلمة التي يصادرها من يمثل الإسلام أو يعني من يتحدث باسم الإسلام، وحرية الكلمة أصلا التي حللها الإسلام. يعني الخوف هو من الناس أو الشخصيات التي تستخدم الإسلام حتى تنتهك حرية الكلمة. سيدة أحلام، ما رأيك بذلك؟ أنا بختلف عن الأستاذ. أنا كتير خايفة من وصول المتأسلمين إلى الحكم في العالم العربي، في المنطقة العربية. كتير متخوفة. للأسف السنة اللي مرقت كلياتها عواصف، وما شفناش لغاية هلأ بعد سنة ما شفناش ولا بادرة حسن نية سواء من هدلولة اللي وصلوا للحكم تجاه الإنسان المواطن العربي في بلده أو بالنسبة لعلاقتها مع الغرب. ولكن كل اللي عمالنا بنسمعه لغاية هلأ فتاوي لا تمت للعصر، لا تمت لا للمنطق ولا للعقل ولا للعصر. ولكن هذه الفتاوى كانت موجودة أيضا قبل الربيع العربي، ولكن ازدهرت ازدهرت عمالها ومش بس هيك، في عملية إقصاء للفكر الآخر. الدليل على هذا اللي عماله بيصير في مصر في الوقت الحالي بموضوع لجنة صياغة الدستور، وأيضا مصادرة كتب جبران من مصر. طبعاً. الخوف الأكبر هو أن الصراع الآن بدأ أو سوف يكون بين قوى تستخدم الدين كغطاء. طبعا الدين هنا الدين المسيح، الإسلام السياسي. نتحدث هنا عن الإسلام، لا نتحدث عن الإيمان، لا نتحدث عن الإيمان لوحده. طبعا نتحدث هنا عن أحزاب تستخدم الدين غطاء لا سياسة. وهذه الخطورة هنا طبعا تأتي من أن لا يملك الإنسان الحق في الاعتراض على شيء. هذا الخوف هنا. لكن الخوف الأكبر هو أن هذه الاتجاهات أو هذه القوى أزاء أو بمواجهة قوى أخرى متحررة من كل الضوابط، في حين يضيع العقل تضيع الوسطية ويضيع المنطق في هذا الصراع العبثي بين الحدين. يعني ظهرت مثلا يعني في مصر بعد الثورات العربية وبعد الثورة في مصر، هناك من كان ليبرالي شديد ومتشدد وذهب إلى يعني أقصى الحدود، يعني فكرة. وهناك أيضا من ظهر وكان ضد حرية الكلمة، مثل ما قلنا تم مصادرة كتب جبران في مصر، حرم حرية الكلمة على الليبراليين والعلمانيين في الوقت اللي هم سرقوها من أول يوم. لما يجي القرضاوي ويوقف بعد بأسبوع يوم الجمعة، مش قادر أتذكر التاريخ بالضبط، ويقول إنه لا تصوتوا لغير المسلمين ولغير ولا اللادينيين، لا تصوتوا إلا للناس اللي طب أنت مين اللي أعطاك هذه الحرية إنك تقول؟ يعني هو دخل الإسلام فورا بالسياسة. نعم، دخل الدين. هذا يقودنا أنه يعني هناك شيء له علاقة بانتهاك حرية الكلمة من قبل الفقهاء سرقتها، والذين قد ولوا نفسهم يتحدثون باسم الدين، رغم أنه هم
يعيشون في نقيض، يعني هم بيعطوا لأنفسهم الصلاحيات مطلقة. والحرية المطلقة أن يخرجوا كل يوم على المنابر ويعطوا فتاوي، ولكنهم يصادروها عينوا نفسهم عينوا نفسهم وسيط بين البني آدم والله. يعني هم ما بيختلفوش عن قساوسة القرون المظلمة القرون الوسطى، اللي لما كانوا القساوسة ياخدوا يعملوا سك الغفران. هلأ كل واحد فيهم، كل مفتي هو اللي بيحلل للبني آدم الجنة. ربط التصويت، عملية التصويت بالجنة والنار، بالخوف، بالتكفير، يعني الآن نرى أنه يعني هذا الكلام يقود أنه الآن المجتمع العربي خرج من تحت عباءة الحجر الثقافي والفكري التي مارسته السلطات السياسية، والآن ندخل في نوع آخر من الحجر التي تمارسه الإسلام، الذي يمارسه الإسلام السياسي. طب ما هو الحل؟ يعني كيف هو مستقبل المنطقة العربية إذا تحول الشرق الأوسط إلى جمهوريات إسلامية مثلا؟ نحن قادمون إلى الفوضى، أو نمشي باتجاه الفوضى. قيل سابقا، أو المثل الذي يضرب عادة للتوجيه أو للسيطرة، العصا والجزرة. لم يقال الكلمة والجزرة ولا العصا والكلمة. الكلمة لم يكن لها وجود أصلا في توجيه مجتمعاتنا، لا سابقا ولن يكون لها مكان لاحقا. الخوف ليس من اتجاه معين أو حزب معين، الخوف من هذه الفوضى التي جعلت الناس بمجرد سماع العصا يستجيبون، أو مجرد سماع بالجزرة يستجيبون. الخلل في المجتمع. لو ان هذا لكن هذا المجتمع هو منتوج لنظام سياسي، لنظام اجتماعي، لثقافه. ممكن فنحن ممكن لا نستطيع ان نلوم الفرد العربي كما يجب ان نلوم النظام الذي قد خلف هذا التفكير. المجتمع في يتحمل الفرد العربي، المجتمع يتحمل مسؤوليه كبيره. لانه لنفترض ان السلطه استاثرت، او هذه الجهه او ذاك استاثروا بالسلطه. طيب اين مؤسسات المجتمع المدني؟ أين جمعيات حقوق الإنسان؟ أين الجمعيات بالضبط؟ محجور عليها. هذا هو السبب الذي يجعل مثل هذه الفتاوى السائبة تنتشر بين الناس، والناس يركضون وراءها. الغريب في الأمر، والتي تمثل آراء شخصية لبعض رجال الدين، يعني وليس لها علاقة بالدين نفسه. أريد أن أعود يعني سيدة أحلام، أنه طيب ما هو الحل؟ يعني نحن الآن بين حدين، هل يجب على المجتمع العربي والفرد العربي أن يعيش هذه النوع من الفوضى، من حجر ثقافي من الأنظمة السياسية، الحجر الثقافي من النظام الديني، حتى يستطيع أن يصل إلى يعني بالنهاية إلى حل في علاقته مع التعبير عن نفسه؟ الحلول الوحيدة اللي في الوقت الحالي هي لازم تطلع من الشارع العربي، من الإنسان العربي. ولكن نظرا لأننا ما عندناش الوقت الكافي لعملية الارتقاء والتطور والتغيير في عالم مفتوح في الوقت الحالي، وبعالم عماله بيراقب كل خطوة من خطواته وإيش اللي بيصير، وعالم إحنا مرتبطين أيضا معاه بمصالح. يعني ما فيناش نضل نقول حكاية إنه إحنا عندنا الضفط والناس بتركض علينا علي. احنا كمان اذا ما نباعش النفط، وبعدين النفط مين اللي استفاد منه؟ ما استفاد منه الانسان العربي بكل المنطقة العربية، استفاد منه الانسان العربي في موطنه محل ما هو، هذه الاستفادة القصوى. صحيح انه كان في بعض جزء بسيط، لكن ما استعمل بعملية تنمية انسانية للانسان العربي بكل المنطقة العربية. لانه التنمية الانسانية مهمة ايضا في الازدهار الثقافي والاقتصادي الذي يعيشه اي مجتمع. يعني احنا مثلا اذا قلنا على سبيل المثال في مصر، إذا تم مصادرة حرية الكلمة، لا، ما هو الفن المصري؟ يعني ما هو منتوج الإنساني والإرث الحضاري الذي سيقدمه مصر؟ والفن المصري هو من أهم مصادر يعني التعايش الاقتصادي في مصر. خليني أقول نكتة على الهواء، أوكي، نكتة حقيقية. بيقولوا إنه أجل هيفاء وهبي اللي العالم العربي بيسمع لها أكثر مما يسمع للقرضاوي نفسه probably. وقالوا لها يا هيفاء انت الاسلاميين جايين، يعني كيف بدك تقدر تطلع وتغني وتكوني هيك وبمزاجك؟ فقالت لهم اكيد بدهم كفار.
بالمسلسلات. هذا طبعاً أنا يعني عارفة يعني بدنا الفكرة إنه إحنا مقبلين على مرحلة هزلية إذا ما بيصيرش فيها. إذا طبعاً شوفي هلا لازم نكون واقعيين وصادقين. تونس استبقت الحدث وقالت وطلعت موضوع الشريعة من الدستور، قالت إحنا بلد إسلامي ولكن والإسلام حيكون، لكن حاولت تميز لأنه عندك نضوج إلى حد ما أكثر من نضوج الشعوب العربية. ولكن سيد هاني يعني رغم أنه هذا الحكي أنه بعض الأشخاص فعلا تفكر مثل ما تفكر سيدة أحلام، ولكن نحن لا نستطيع تهميش الحركات الإسلامية طبعا يعني هي جزء من هذا المجتمع. هو هناك أمر خطير جدا، العالم تغير، لم تعد البلدان مغلقة مثل ما كانت. وبالمناسبة ليس جديدا أن نقول أن أهم منطقة الآن بالنسبة لأوروبا وأمريكا هي منطقة الدول العربية وبالذات مناطق النفط والمحيط فيها، لأن تأثيرها يمتد إلى الصين. في السابق كانت السيطرة عليها سهلة، أموال طائلة، ثروات مخيفة تصرف لإدارة المنطقة بشكل هادئ وتأمين مصادر الطاقة. الآن اختلف الأمر، العالم بات مفتوحا ولا يمكن الحجر على رأي الناس وأفكارهم وحركاتهم وقناعاتهم، ورأينا كيف تحرك الشباب في البداية وتضامنوا ونسقوا بينهم. الخوف من هذا التحرك أوجد الحاجة إلى سيطرة ذاتية، إلى هيمنة غير مباشرة. لا يمكن تسيير الناس أو منعهم من الوصول إلى فكرة معينة أو فرض بالقوة أفكار معينة عليهم، لأن عندهم منافذ أخرى عن طريق الإنترنت، عن طريق الستلايت، عن طرق التواصل المفتوحة الآن. فخلقوا التيارات التي تخلق القناعة الذاتية عند الآخرين، وبالتالي يسهل التحكم فيهم وتوجيههم. يعني هذا يقودني للوعي الذاتي بعلاقتنا مع حرية الكلمة. يعني رغم أن الشعوب العربية عاشت مصادرة حرية الكلمة لسنين طويلة، فربما يجب أن نثقف ونعلم الشعب العربي فعلا عندما يحصل على الحرية والديمقراطية مسؤولية الكلمة. مسؤولية حرية الكلمة.